السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين بخير وعيد مبارك سعيد، وكل عام وانتم بالف خير. اليوم بغيت نشارك معكم العيد ديالنا والغدا اللي غادي نطيبوا اليوم ان شاء الله. اول حاجه غادي ندير الزيت في الطنجره ديالي ولا في الكوكوط. غادي ندير هكا البصله، قطعتها على شكل، المهم قطعتها هكا طويله. غادي نخلي هكا البصله ديالي تجحر واحد شويه. اول حاجه غادي ندير الملحه، ملي كنبغي نجحر البصله كندير غير الملحه بوحدها. الملحه درت غير شويه حيت اصلا عندي في الشرموله ديال الدجاج درت شويه ديال الملحه باش ما تجينيش المرقه مالحه بزاف. ودابا غادي نخلي هكا البصله ديالي حتى تطيح مزيان باش غادي نضيف عليها الدجاج ديالي. وانتم معايا، ونتمنى من الله تكونوا دوزتوا هذا العيد في احسن الاحوال ان شاء الله. وهاد الشرموله ديال الدجاج درت فيها انا شويه ديال الحامض، شويه ديال الثومه، شويه ديال العطريه. كما كنشرملوا الدجاج ديالنا معروفين كيفاش كنشرملوا الدجاج ديالنا، شويه ديال الربيع. وخليتهم ليله كامله وهما مرقدين في الشرموله باش كيجيو زوينين، وكتجي كيجيو الدجاج ديالنا لذاد، كيجي فيه واحد المذاق رائع. ودابا غادي نجحر هكا البصيله ديالنا مزيان. نتمنى من الله يكون كيعجبكم هذا الفيديو ديالي اليوم اللي شاركته معكم. البصله ديالي هي كتجحر، ونتمنى من الله تكونوا دوزتوا هذا العيد في احسن الاحوال. وكي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين بخير، كل شيء مزيان. اليوم العيد كنلبسوا حويجاتنا، كنقدوا شويه حالتنا، وكنباركوا العيد للعائله ديالنا والاصدقاء ديالنا واللي جا عندنا مرحبا به. ونتمنى من الله يعجبكم هاد الغدا ديالي اللي غنصاوب اليوم ان شاء الله. هاد احنا ضروري كنديروا الدجاج محمر في العيد، في العيد الفطر اولا في العيد الميلود ضروري كنديروا الدجاج محمر. والسفه، السفه راه عندي كطيب. ودابا البصله ديالي كما كتشوفوها هي تجحرت. دابا غادي ندير ليها العطريه، غادي ندير هنا شويه ديال البزار، وغادي ندير شويه ديال الخرقوم الصفر. غادي ندير غير شويه شويه. ودابا غادي ندير سكنجبير. اليوم غادي ندير الروتين في الكوزينه ديال الطياب. ودابا بعد ما تجحرت لي البصله ديالي مزيان، غادي نضيف ليها الدجاج اللي عندي اولا الفرارج اللي عندي. غادي ندير غير جوج معايا يقادو لي شكا في الطنجره، حتى نطيب جوج الاولين ونضيف عاوتاني نحيدهم وندير عاوتاني الثالث. والدجاج ديالي كما كتشوفوا مرقد ليله كامله، دغيا كيطيب ما غادي تعطلش بزاف في الطياب ديالو. وغادي نجي باش غادي نمرق ندير الماء على حسب اللي غيطيب لينا فيه الدجاج ديالنا. دابا كنشوف فينا هي الصفاره، كما قلت لكم غادي نمرق هكا، كندير غير المرقه الكافيه ما نكثرش المرقه بزاف حيت الدجاج دغيا كيطيب. ها نتوما كما كتشوفوا. ودابا غادي نسد عليه، غادي نسد هكا الكوكوط مزيان. واحد الصفاره ديما تالفه ليا كنقلب عليها ما عرفتش فين كتلف. وفرج ديالي كما قلت لكم غادي نخليه حتى الاخر غادي نطيبو. ودابا بعد ما طابوا ليا الدجاج ديالي غادي نحيدهم باش غادي ندير الفرج اللي بقى ليا. غندير هاد القشاوج ديال الدجاج. ودابا غادي نسد عليه باش غادي نخليه يطيب. غادي نسد عليه حتى هو ونخليه حتى يطيب ان شاء الله، ونرجع معكم بعد ما يطيب. نسد عليه هكا مزيان باش يبقى سخون. كيما كتشوفوا السفه ديالي ها هي تاهي كطيب.
ودابا غادي نشوف على الفرج اللي دايره هنايا اللي بقى ليا. ودابا غادي نحيد هذا الفرج حتى هو راه طاب كما كتشوفوا. الغداء ديالنا دغيا واجد. نتمنى من الله تكونوا استمتعتوا وانتم كتفرجوا معايا في الفيديو. ونتمنى من الله اللي ما مشتركش في القناه ديالي ولا اول مره غادي يشوف القناه ما تنسونيش من التشجيع ديالكم والابونيه ديالكم. حطوا واحد لايك وحطوا الاشتراك باش بكم ان شاء الله غادي نطلع ان شاء الله يا ربي. وانتم اللي غتشجعوني باش غادي نخدم على القناه ديالي. وكنشكركم بزاف كاملين. ودابا غادي ندير هنايا شويه ديال الثومه. ما غاديش ندير الثومه بزاف لان الدجاج اللي كان عندي مشرمل حتى ودرت فيه شويه ديال الثومه زياده لانني انا من محبين ديال الثومه. ودابا بعد ما درت الثومه غادي ندير شويه ديال الربيع قزبر معدنوس. ودابا غادي نخلي المريقه ديال تدغمر مزيان. ها نتوما كما كتشوفوا تنقص واحد شويه من المرقه. والدجاج ديالي ها هو هنايا السفه ديالي ها نتوما كما كتشوفوا الحداقه اليوم. ودابا بعد ما ساليت الدجاج وساليت داكشي اللي عندي غنجيب هاد لاطه هادي ولا طاوه وغادي ندير فيها هكا الزيت في ندهنها هكا بالزيت باش غادي ندير الدجاج ديالي تحمره في الفران ان شاء الله. غادي ندهنهم بشويه ديال السمن. وهذا هو الغداء ديالنا هاد اليوم. ونتمنى من الله يكون عجبكم وتكون القناه ديالي خفيفه على قلوبكم وتكونوا دوزتوا هذا العيد في احسن الاحوال ان شاء الله مع العائله ديالكم. ونتمنى لكم اللي باغي شي حاجه الله يوصلكم ليها ان شاء الله. وكنسلم كاع على اللي كيشاهدوا لي القناه ديالي كنشكركم بزاف وهاد القناه ديالكم حتى نتوما. وكنشكر كاع العائله وكاع اللي كيشجعني واللي كيساندني باش انني كنخدم هكا على القناه ديالي. وبكم ان شاء الله غادي نطلع وبكم غادي نوصل. وانتم اللي غدعموني وتحفزوني باش غادي نخدم على القناه ديالي. ودابا بعد ما دخلت الدجاج ديالي راه مدخلته من الفران. دابا غادي ندير السفه في هاد الطبسيل هذا غادي نخويه. ودابا غادي ندير شويه ديال الزبده. السفه باقا سخونه ما نقدرش نقيس فيها بيدي كما كتشوفوا الفوار مازال طالع منها. ايوا قولوا لي شريتو شي حوايج د العيد لابسين شي حوايج مشيتو صليتو صلاه العيد كيدوزتو الفطور ديالكم كيجاكم النهار ديال العيد بعد ما سالينا رمضان وسالينا الصيام الشهر ديال الخير وديال البركه وديال التسامح وديال العباده كيجاكم هذا النهار هذا. غادي ندير هاد الزليفه هكا صغيره غادي ندير فيها هكا سكر كلاصي. وغادي نبدا نزوق هكا عادي هكا كما كنديرو دائما. انا بغيت نشارك معكم النهار ديالي ديال العيد ونشارك معكم الغداء ديالي. ونتمنى من الله يكونوا استمتعتوا وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو هذا. وكنشكر كاع اللي كيشجعني في القناه وكاع اللي كيدخل عندي وكيخلي لي تعليق زوينه ومحفزه باش كتشجعوني ان شاء الله نزيد لقدام. وبكم ان شاء الله غادي نوصل. هنايا هذا كوكو عندي بعد ما حمرته الفران وهرمشته بالقشره ديالو ما حيتش كاع القشره وهو اللي غادي نزوق بها هكا السفه ديالي كامل الفوق. وهذا هي طبسيل ديال السفه ديالنا بعد ما زوقته. والدجاج ديالنا كما كتشوفوا هو تحمر. ها نتوما كيفاش كيجي محمر من برا ومن الداخل. هنايا غادي نخليه حيت كاين اللي ما جاش خليت له حقه. ودابا غادي نحط المريقه ديالنا اولا الدغميره ديالنا كما كتشوفوها بعد ما دغمرت. انا كنخلي فيها شويه المرقه زياده حيت كاين واحد ولد اختي كيعجبو المرقه لا ما كانش دايرين المرقه وفيها المرقه بزاف ما كيعجبوش للغدا. كنخلي المريقه هكا زياده على ودو هو. هاد ولد اختي هو اللي ربيته ملي كان صغيور عندي بحال ولدي عزيز عليا بزاف. واي حاجه كيطلبها عليه واي حاجه كيبغيها كنوجدها له.
والله يخلي اي واحد عزيز عليه شي واحد، الله يخليه له والله يحفظه له، والله يعطيه داكشي اللي كاين ويسهل له ربي فيه بداكشي اللي كيبغيه. وغادي نزين هكا من الفوق بزيتون هكا اخضر، زيتون هكا حامض. عندكم ديروا زيتون اخضر من الشجره للتبصيل، الزيتون اللي محمض، وكيجيو بهذه الطريقه هذه. ونتمنى من الله يكون عجبكم هاد الغداء ديالي ديال اليوم. كما كتشوفوا هذه الصفه ديالي وهذا الدجاج بعد ما حمرته وراكم شاركت معكم. وما تنساونيش باللايكات ديالكم والتعليق ديالكم يكونوا محفزين باش دائما نجيب لكم الجديد. وكنشكركم على التتبع ديالكم وعلى التعاليق محفزه وعلى كاع اي حاجه كديروها معايا، شكرا لكم بزاف وكاع اللي كيشاهد للقناه ديالي. وما بقى لي الا نقول لكم الى اللقاء وعيد مبارك سعيد.